جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يقومون بالصلاة بعد الأذان في يوم الجمعة قبل صعود الخطيب، فهل هذه السنة صحيحة؟ هذه لا أصل لها، القيام للصلاة بعد أذان المؤذن وقبل أن يصعد الخطيب هذه لا أصل لها، خصوصا إذا كان أذان ليس بين الأذانين وقت طويل، كان يؤذن الأذان الأول ثم بعد لحظات يقوم ويؤذن الأذان الثاني إذا حضر الإمام، فلا صلاة بين الأذانين. وتأخير الأذان الأول إلى هذا الوقت أيضا غير مناسب وغير مشروع، لأن الأذان الأول إنما جعل لأجل تنبيه الناس للتوجه إلى الجمعة، فلا بد أن يكون سابقا بوقت مناسب وطويل بحيث يكون للناس فرصة هي التهيؤ والذهاب لصلاة الجمعة. هذا هو الأصل، الأذان الأول يوم الجمعة. أما أن يؤخر إلى أن يدخل وقت الظهر ثم يؤذن ثم بعد لحظات يحضر الإمام ويقوم ويؤذن مرة ثانية، فهذا غير مشروع ولا صلاة في هذا الوقت. لكن من جاء مبكرا إلى الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له، وإن استمر في الصلاة إلى أن يخرج الإمام فهو أفضل. وكذلك من جاء والإمام يخطب فإنه يتأكد في حقه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل وهو يخطب فقال له قم فصلي ركعتين.